انا رايحين لولايتي بازا بنبحر نبحرو ايه بنت بكم من السخانة غردي ونعوم ونشبعو. نتايا زيدنا كريمة نتايا. السلام عليكم، انا رايح لولاية بازا نعوم شوية ونبردو خير ما انا قاعدين في السخانة. ونروح نعومو في التيفازا باش نتفكوا من السخانة. و هذا يوسف عائشة خلاص وزايد علي خلاص بالنادير رانا فرحانين خلاص ياك. نتمنى ان شاء الله يا ربي رحله موفقه، ونتمنى ان شاء الله يا ربي تكون مليئه بالفرح والسرور، ونتمنى ان شاء الله يا ربي يوفق الشوفره تاعنا ان شاء الله ويصور مليح، ونتمنى رحله سعيده. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاه والسلام على رسول الله. اكيد تحت الرعاية السامية لسيد والي ولاية العرضية محبة الخدمات الاجتماعية كل سنة لتنظيم مخيم صيف عائلي. هذه السنة إن شاء الله المخيم الصيفي في ولاية بازا وفي ولاية جيجت. عدد العائلات كاين 105 عائلة إن شاء الله. هذا إن شاء الله بفضل الله بفضل السيد والي ولاية العرضية أعطانا كل الإمكانيات كل الفرصة لتنظيم هذا المخيم الصيفي. السلام عليكم. ولاية عرضية نظمت هذا المخيم العائلي، يعني هذه الخدمات الاجتماعية تاع ولاية عرضية لفائدة العائلات تاع الموظفين. كل عام هذه المبادرة تندار تحت الرعاية السامية للسيد والي ولاية عرضية، ونشكروه يعني وفرنا كل الوسائل اللازمة للنقل الإيواء يعني توفير شروط الراحة للعائلات، ونتمنى إن شاء الله يفوتوا أيامات إن شاء الله يعني مليحة إن شاء الله. وهذه رايحين تبازا.